dirás extraño. تليان نعم ماما بتقول لك بكفي لعب. طيب انا قلت لماما بخلي الدراسه لوقت الامتحانات. ليش ما تدرسي لك شوي هلا؟ عادي عادي بعد شوي بدرس. لح اقعد دراسه. ما شفت الشنطة دخلت معك على البيت؟ عادي تركتها برا على باب البيت. شو يعني؟ متذكري يا لولو قبل شهر لما كنت اقول لك ادرسي واتركي العابك ما رديتي عشان لسه باول الفصل ما رديتي علي. هلا وعي الفاس بالراس وهلا بتكوني تغلبتي ولانك ما رديتي على كلامي صرتي بهاي المشكله وما حتقدري تعمليها بسرعه. طب شو الحل؟ شو اعمل؟ الحل الوحيد اللي معكي من بكره انك تصيري تدرسي كل يوم وما تسرقي وتصيري شاطرة وما تخلي دروسك تتراكم عليكي. وأنا خلصت واجباتي. باي. أنا رايحة. أنا عارفة. يا الله أنا شو اللي عملته بحالي؟ بدي أصير قد زي جون أولي بأول أخلص وما أخلي الدرس تضلها علي. معك على باب البيت؟ عادي تركتها ما رديتي فهلا وقعتي تلفاز في الراس.